ماما يا ماما تعالي شوفي انا جبت لك معايا مين. مين يا نادي؟ انا يا ام فرح. مش معقول. ازيك يا حبيبتي؟ الحمد لله على السلامة. ربنا يخليك. وحشتيني وحشتيني قوي يا فرح. انت وحشاني موت موت موت. والله ما انا مصدقه انك قدامي دلوقتي. اه صحيح انت جيتي لوحدك؟ لا انا جيت انا وحسام ومامتي. امال فين هم؟ اسكتي يا ماما، راح يدوروا على كرم. ليه؟ هو مش كان معاكوا في بيروت؟ ايه اللي حصل؟ انت السبب. كنا عايشين زي اي عيلة، كنا بنتخانق زي اي اتنين متجوزين عادي يعني. فضلت تجري ورا زواجك لحد ما وصلت لنا اللي احنا فيه ده. شايف اخره اللي انت بتعمله؟ ممكن تهدي شويه؟ فرجتي علينا الخلق النهارده في الشارع، اهدي شويه. هو ده كل اللي همك؟ الناس وبس؟ انا عايزه ابني يا حسام، عايزه ابني، عايزه ابني. لا حول ولا قوه الا بالله. يا حول ولا قوه الا بالله. طيب ممكن تسمعيني شوية وتركزي علشان نعرف نلاقي الولد؟ ايه أول حاجة قانونا نقدر نعملها دلوقتي؟ مفيش قدامنا غير إن احنا نعمل بلاغ في الاسم. طب ومستنية ايه؟ عملت طبعا يا حسام، بس البوليس يعني مش هيطلع دوريات مخصوص علشان يدوروا على عيل تايه في القاهرة؟ صح صح. طب انت دورت عليه فين؟ في كل حتة. دورت عليه في كل حتة، في المستشفيات والإقسام والبوليس، في الشوارع، بين، مش في كل حتة. مش عارف مش عارف. طب انت سألتي عليه عند أهلك كلهم؟ لا طبعا، لأنه لو كان راح لأي حد من أهلي كانوا اتصلوا بيا وقالوا لي إن كرم عنده. لا مش شرط، لأن أهلك كلهم عارفين إن انت مخبولة ومجنونة وأكيد هرب منك علشان معاناته معاكي، فمش هيقولوا لك طبعا. انت ايه يا اخي؟ انت ما عندكش دم؟ انت كل اللي يهمك هنا دلوقتي انك تطلعني مجنونة وبس؟ مجنونة يا اخي مجنونة؟ بس هات لي ابني. ما هو ابنك كان عندك، انت اللي ضيعتيه مش انا. وعموما دلوقتي مش مهم مين اللي ضيعه، المهم ان احنا نلاقيه، فاهدي شوية علشان نعرف نلاقيه. هات لي ابني. هجيبه والله، لاجيبه.